النشرة الجوية تاتيكم بالاشتراك مع أمنيه. بنك الاتحاد شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وانفينيتي في الأردن. ليدر سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية. والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية لنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة يوما بيوم نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد لنهر اليوم تحديدا حيث سادت أجواء صافية ومستقرة بشكل عام درجات الحرارة كانت تحول إلى أعلى بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام سادت أجواء ربيعية دافئة فوق المرتفعات الجبلية بينما كانت حارة نسبيا في المناطق المنخفضة يوم الاثنين بإذن الله تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها يعني مثل هذا الوقت من العام تقصر دافئ خلال ساعة النهار لكن خلال ساعة الليل يصبح مائل للبرودة إلى بارد نسبيا خاصة خلال ساعات الليل المتأخر في منطقة السهول وأيضا الجبال العالية العاصمة عمان تسجل 28 إلى 16 درجة مئوية بالتزامن مع هذا الانخفاض القليل على درجات الحرارة يتوقع أن تنشط الرياح الغربية المثيرة للأتربة والغبار في المناطق الصحراوية تحديدا منطقة البادية الجنوبية وأيضا المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء لا تغيير الحالة الجوية درجة الحرارة تبقى حول على بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام طقس مستقر بشكل عام في عموم المناطق طقس ربيعي دافئ خلال ساعات النهار في المرتفعات الجبلية العالية بينما حار نسبيا في المناطق المنخفضة ليلا تصبح الأجواء مائلة للبرودة بشكل عام خاصة خلال ساعات الليل المتأخر في المناطق السهلية وأيضا المرتفعات الجبلية لكن اعتبارا من يوم الاربعاء تتقدم نحو المملكه كتله هوائيه حاره نسبيا تعمل على ارتفاع من جديد في درجات الحراره لتصبح اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. طقس حار نسبيا في اغلب مناطق المملكه، حار في المناطق المنخفضه المناطق الصحراويه، رويشه تسجل 40 الى 24 درجه مئويه، العقبه الحراره تلامس 40 درجه مئويه بينما تكون 33 درجه مئويه في العاصمه عمان، ايضا درجات الحراره ليلا ترتفع لتسود اجواء دافئه بشكل عام. يوم الخميس المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة طقس حار نسبيا خلال ساعات النهار في عموم المناطق حار إلى شديد الحرارة في المناطق المنخفضة ليلا يصبح تصبح الأجواء دافئة بشكل عام ومستقرة بشكل عام يوم الجمعة هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلات مثل هذا الوقت من العام من جديد تقصر ربيعي خلال ساعات النهار بينما يكون ماء للبرودة خلال ساعات الليل لكن تجد الإشارة إلى أن اعتبارا من ليلة الاثنين على سترتفع نسب الرطوبة السطحية خلال ساعة الليل المتأخر بالتزامن مع هذا الانخفاض على درجات الحرارة لتشكل بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعة الصباح الباكر خاصة في المناطق الشمالية وايضا الجبال الوسطى. كان هذا كل ما لدينا لحد الان الى اللقاء. النشرة الجوية تاتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وانفينيتي في الاردن. ليدر سنتر. كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري